ابتداء انا كعمار موسى كاظم هو وكيل امانه بغداد للشؤون البلديه. نعم. كلفت من السيد رئيس مجلس الوزراء باداره امانه بغداد خلال هذه الفتره. تدرجت في العمل في امانه بغداد من معاون مهندس الى ان وصلت الى هذا التكليف، وهو تكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء لاداره هذا الملف المهم في العاصمه بغداد. عملت في العديد من الدوائر الخدميه في امانه بغداد، الفنيه والبلديه وغيرها من الدوائر. اليوم الحمد لله نمتلك من الخبره العمليه والخبره العلميه ان شاء الله بما يؤهلنا لتقديم الخدمه لاهالي هذه العاصمه. منصب الامين هو منصب خدمي، وبالتالي يجب ان لا يكون خاضع لاختيارات سياسيه. الخيارات السياسيه مهمه، والجهات التشريعيه التي اتت حصيله العمليه السياسيه هي من تشرف على اداء هذه المؤسسه حالها كحال اي مؤسسات التنفيذيه الموجوده. ولكن اليوم امانه بغداد بكوادرها والمعيار المهم لدى رئيس الوزراء باختيار من يرأس هذه المؤسسه ومن يعمل فيها هو معيار الكفاءه والنزاهه والخبره.